Mosaïque FM Podcast. صباح النور. أعضاء هيئة الدعم بالنادي الرياضي صفاقس اجتمعوا قبل استقالة الرئيس الحالي السيد المنصف السلامي وقرروا أنه نهار 25 أوت باش تكون الجلسة العامة الانتخابية، وتم تكوين لجنة استشارية ترأسها لطفي عبد الناظر، واللجنة هذه باش تساعد الهيئة الحالية لتصريف الأعمال في الفترة هذه، وأهم الملفات العاجلة باش يتم النظر فيها بداية من اليوم هو الإطار الفني والانتدابات. مكتب الرابطة المؤقت عقد البارح اجتماعه الأخير واخذ جملة من القرارات والعقوبات. عمر العويني لاعب مستقبل جابس اختية بستة مقابلات وألف دينار بسبب لقطة غير أخلاقية تجاه جمهور نادي البنزرتي. اللاعب وجدي الكوكي في لقاء جندوبة رياضية والنادي القربي بعد شتمه الحكم تمت معاقبته بربع مقابلات و500 دينار. مراد الهذيلي لاعب الأولمبي للنقل في حالة عودة زوج مقابلات و500 دينار. اختية ب 1500 دينار للناطق الرسمي الأولمبي البيجي كريم الحسناوي اللي كان غاب على دعوة الرابطة لتفسير تصريح كان قام به في وسائل الإعلام اتهم فيه الرابطة بالتأثير على ترتيب البطولة. من جهة أخرى مكتب الرابطة طرح مشروع قرار يقنن إمكانية الأندية والناس المحيطين بالرياضة من الحصول على الوثائق من الرابطة، والوثيقة باش تكون بمعلوم 100 دينار الأندية الرابطة الأولى، 50 دينار أندية الرابطة الثانية، 20 دينار للهواة ووسائل الإعلام. المكتب الجامعي عقد اجتماعه الدوري وانظر في القائمات المرشحة لجلسة الانتخابية للرابطات. الرابطة المحترفة تمت المصادقة على 3 المقائمات المرشحة، رابطة الهواة المصادقة على 4 قائمات من جملة 5 بالنسبة لقائمة عبد الرحمن مصحابة تم إرجاء النظر فيها، كرة القدم النسائية المصادقة على القائمة المرشحة، كرة القدم داخل القاعات إسقاط القائمة لعدم توفر الشروط المستوجبة. من جهة أخرى منع المدرب شهاب الليلي من تدريب المنتخبات الوطنية طيلة مدة نيابة المكتب الجامعي الحالي على خلفية فسخ عقده مع الجامعة. أخبار رجت أنه مهدي ميلاد رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي تم إبعاده. السيد مهدي ميلاد يوضح: والله أنا سمعت اللي تمت إقالتي ولا استبعادي ولا تعويضي، معناتها استغربت من الحكاية هذه، خاطر أنا ما استقلتش وما تمش إبعادي وقاعد نخدم على روحي مع الهيئة مع المجموعة كاملة، معناتها حاجة استغربتها وما نعرفش في اللي أعطاها هالمعلومة منين جاب معلوماته، معناتها وعيب هذا يدخل البلبلة ويدخل الافتراض في الجماهير في الاسكن ما يجيش هكذا. في النجم الساحلي تمديد عقود 3 ملعبية، وائل بلكح حتى 2015، لسعد الجزيري حتى 2016، رامي البديو حتى 2017.